السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكون دايما بخير. قناة بسيط اندرويد بتقدم لك في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف اوبو A5 2020 موديل CBH1933 اصدار الاندرويد 11. خلينا نقول الاول ان الهاتف بيطلب منك حساب جوجل في حالة عمل اعادة ضبط المصنع من صفحة الريكفري للهاتف، وطريقة الضبط دي مش بنستخدمها الا في حالة نسيان النمط او كلمة مرور الشاشة. وبعد اعادة الضبط تتفاجأ ان الهاتف طلب منك حساب جوجل اللي كان موجود على الهاتف قبل عملية اعادة الضبط. طريقة التخطي هتكون ليها خطوات معينة، ولكن في الاخر ان شاء الله هيكون الهاتف مفتوح معاك، مش هنحتاج كمبيوتر او لابتوب في اي خطوة من خطوات التخطي، ولكن هتحتاج شريحة اتصال SIM مقفولة برقم سري. وما تنساش تبص بصة في وصف الفيديو علشان لو الطريقة دي اتقفلت وحاولنا نعمل طريقة جديدة تلاقيها في وصف الفيديو. في البداية بتسجل دخول لشبكة الواي فاي، دخل شريحة الاتصال الـ SIM المقفولة برقم سري في الجهاز، هيظهر لك الرقم السري الخاص بشريحة الاتصال زي ما انت شايف في الفيديو. خرج منفذ الشريحة من مكانه. بعد ما بتخرج منفذ الشريحة من مكانه هتلاحظ وجود إشعار في منتصف الشاشة، اسحب الإشعار للأسفل، اضغط على أيقونة الإعدادات اللي فوق على يسار الشاشة، موافق. انت دلوقتي على صفحة الإعدادات الرئيسية، انزل تحت خالص وادخل على الإعدادات الإضافية، نسخ احتياطي وإعادة تعيين، محو جميع البيانات، اضغط على محو جميع البيانات مرة تانية، محو البيانات، محو البيانات. الهاتف هيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب هيفضل متوقف على شعار أوبو لمدة 5 دقايق تقريبا.
بعد إعادة تشغيل الهاتف اختر اللغة. حدد المنطقة أو البلد. اضغط على التالي. حدد مربع قراءة الشروط أعلاه واضغط على التالي. اضغط على تجاوز. قبول. لاحقا. لاحقا. التالي. 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 البدء. تم خط حساب جوجل للهاتف بنجاح. أتمنى الفيديو يكون عجبك وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أتمنى لك دوام الصحة والعافية.